السلام عليكم. قبل ما نبدا الفيديو كنطلب منكم كاملين بارطاجيو الفيديو، بغيت يوصل اكبر عدد من الناس، بغيت يوصل بالخصوص الناس الدراوش، الناس الفقراء اللي كيدفعوا هاد الايامات للدعم، اللي طامعين في الدعم، اللي باغيين الدعم لانهم محتاجين. فبارطاجيو في ما قدرتوا، في الصفحات ديالكم، في المجموعات ديالكم، في الواتساب، في الفيسبوك، في اليوتيوب، في تيك توك، في اي بلاصه يمكن يوصل فيها للناس. اقبح شخص من وجهة نظري على هذه الارض هو اللي كينصب، فما بالك الا كان تينصب على واحد ما عندوش اصلا، على واحد فقير، على واحد محتاج وكيستغل هذيك الحاجه ديالو. هذا اندل واقبح شخص يمكن تشوفه في حياتك. كاين واحد الفئات هاد الايامات كتحاول تنصب على الناس باسم الدعم، وكتواصل معاهم سواء عن طريق الهاتف ولا رسائل نصيه، وكتقول لهم راكم غتستافدوا من الدعم المباشر، ولكن الهدف الحقيقي هاد الناس ما عندهم حتى شي علاقه بالدعم. اليوم غنفضح لكم الاساليب ديالهم، وغنوريكم كيفاش تحمي راسك، وكيفاش تعرف ان هذاك اللي كيهضر معاك نصاب، وكيفاش تعرف الطريقه الحقيقيه الوحيده باش تستافد من الدعم. راه ما كاينش جوج طرق، طريقه واحده اللي كاينه، وكما قلت تعرف الاساليب ديال هاد الناس اللي كيستغلوها باش يطيحوا الضحايا ديالهم من هاد الفقراء والدراوش، ويدي لهم ديك البركه اصلا القليله اللي عندهم. غير مؤخرا هاد الايام اللي فاتت وقعت عمليه نصب عن طريق الدعم الاجتماعي المباشر، او استعمال الدعم الاجتماعي المباشر كطعم باش يصيدوا الضحايا ديالهم. امراه من سيدي قاسم اتصل معها رقم غريب، قال لها راكي استفدتي من الدعم، ولكن خص تعطينا الحساب البنكي ديالك باش نحطوا لك فيه الفلوس. سيده مسكينه محتاجه، باغيه الدعم، كتشوف من حقها تستافد منه، فتقت عطاتهم المعلومات البنكيه ديالها، وهذا هو الفرق اللي خص ترد منه البال. رقم الحساب البنكي، الريب اللي كتحط في منصه الدعم راه ما يقدرش ينصبوا عليك به، واخا تعطيه ليه. هاد النصابه كيطلبوا الارقام اللي كاينين في لاكارت ديال الكيشي ولا البطاقه البنكيه، وياك 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 تعطيهم لشي واحد. هادوك راه ما كيحتاجو حتى واحد باش يدوز لك الفلوس، لا دعم لا غيره. شي واحد يقول لك ربحتي شي حاجه، شديتي الدعم، اعطينا ديك الارقام اللي في البطاقه البنكيه، هذيك البطاقه البنكيه المعلومات اللي فيها ما تعطيهم حتى واحد. كما كتشوفوا هنا البطاقه البنكيه في الواجهه القداميه فيها واحد الارقام، وكاين ارقام اخرى في الواجهه الخلفيه، وكاين تاريخ نهايه الصلاحيه. هذه المعلومات بثلاثه ما تعطيهم حتى واحد، والاسم ديالك ما تعطيهم حتى واحد. اذا هذه السيده عطاتهم المعلومات ديال البطاقه البنكيه ديالها، تاقت مسكين. يمكن هذاك النصاب ولا دوك النصابه ولا ديك العصابه الاجراميه عديم الضمير ما لقاوش عندها الفلوس، ولا ما تمكنوش يدخلوا للحساب البنكي ديالها باش يهزوا منه الفلوس عن طريق هذيك المعلومات. فقالوا لها ما خداماش هذه البطاقه ديالك، ما خداماش، شوفي شي واحد اخر، عائلتك ولا شي واحد، اعطينا الحساب البنكي ديالو، ولا عطينا ديك المعلومات اللي في البطاقه البنكيه ديالو، لان كيوهموك ان هذيك هي معلومات الحساب البنكي باش يحطوا لك الفلوس. حنا غنجيو كما قلت للطريقه الحقيقيه الا بغى شي واحد يحط لك الفلوس، ولا حتى الطريقه اللي كتستعمل في الدعم. اذا مسكينه السيده مشات عند جارتها، قالت لي رانا ربحت في الدعم، رانا جاني الدعم، ولكن الكونت ديالي ما تقبلش، ارى لي الكونت ديالك باش يدوزوها لي فيه، الله يرحم الوالدين. الجاره ديالها بحكم الثقه بيناتهم، وبحكم حتى هي بغات تساهم مع هذه المراه هذه، عطاتها هذوك الارقام اللي طلبوها من الصباح. ان فوا حصل على هذه المعلومات وقام بعمليه النصب واختلاس اموال من الحساب البنكي ديال الجاره، قطع عليهم الزي. فتفاجئوا ولا تفاجات هاد الجاره ان الحساب البنكي ديالها تهزات منه 5000 درهم، يمكن هي اللي كانت فيه. وطبيعه الحال وضعوا هاد الناس ولا هاد العيالات شكايه امام انظار وكيل الملك، تمنى يوصلوا لهاد النصابين في اقرب وقت، هادشي حسب ما نشرته جريده الصباح. اذا النقطه الاولى، اي واحد يتصل بك يقول لك اعطيني الارقام اللي في البطاقه البنكيه، كما كتشوفوا هنا اللي عندك لاكارت كيشي ولا ديك لاكارت البنك اللي كتشري بها في الانترنت، هادوك الارقام ودوك المعلومات اللي في البطاقه البنكيه راه مديورين باش تهز منها الفلوس ولا باش تشري بها في الانترنت. فإلا خداهم شي واحد راه يقدر ياخذ لك الفلوس من الكونت ديالك، ولكن باش يحط راه ما يحتاجش دوك الارقام. اللي كيحتاج هو الريب، هذاك 24 رقم اللي كتحطوا دابا الناس اللي كيطلبوا الدعم في المنصه ديال الدعم. هذاك 24 رقم واخا تعطيه لاي واحد ما تخافش منه، ما يقدرش يستعمله باش يهز لك الفلوس، ولكن يقدر يحط لك فيه الفلوس. كما كنشوفوا دابا نيت في الدعم، كاع اللي حط الريب ديالو، حط داك المعرف البنكي، راه كتحط له الفلوس في الكونت ديالو اللي داك المعرف الرقمي هو العنوان ديالو باش يحطوا لك الفلوس. البطاقه البنكيه المعلومات اللي فيها ما تعطيهم حتى شي واحد. الاسم ديالك في البطاقه البنكيه،
تاريخ انتهاء الصلاحية، دوك الأرقام اللي في واجهة البطاقة البنكية، دوك الأرقام اللي مور البطاقة البنكية. هادو المعلومات ما تعطيهم لتا واحد تحت أي ظرف كان، وهذه الطريقة هي أكثر طريقة كتستعمل باش يتنصب على الناس وتهز لهم الفلوس من البنكة ديالهم. وكاين طرق أخرى، كاين اللي كتجي رسالة نصية ميساج في تليفونه من شي رقم غريب وتيقول له راك انت استفدتي من الدعم في الحساب البنكي كذا وكذا، سير فتحه في الوكاله. وياك 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 الا جاك شي رابط في ديك الرساله داك الميساج تبرك عليه، ما تبركش عليه، ما تبركش على هذا الميساج الا جاك فيه شي رابط. الا ما جاكش فيه رابط ما تسوقش لذاك الميساج، ما تحاولش تواصل مع دوك الارقام، لان كاين اللي كيتسناك تعيط له في داك الرقم ويقول لك فعلا راك استفدتي ولكن الحساب البنكي اللي عندك دابا راه ما خدامش، عطينا حساب اخر، عطينا النمره ديال لاكارت، عطينا كذا. ولا كيدفعك انك تمشي تحط له الفلوس في حساب بنكي اخر، ولا كيفرض عليك كيقول لك راه كاين صعوبات وكاين مشاكل في الدعم ديالك وكاين بعض الاجراءات خصك تحط الفلوس، فكتمشي تحط له الفلوس ولا كتصيفط له الفلوس ولا كتعطيه حساب بنكي حقيقي ديالك احد الوكالات باش يهز منه الفلوس. وبزاف الناس كذلك كيتواصلوا معاهم هاد النصابه وكيقول له حنا مسؤولين عن الدعم الاجتماعي المباشر. الناس مسؤولين عن الدعم الاجتماعي المباشر ما كيتصلوش، وحتى الا اتصلوا درتي شي شكايه ولا شي ريكلاماسيون وتواصلوا معاك الارقام ولا الناس اللي خدامين في الدعم الاجتماعي المباشر، راه ماشي باش يصيفطوا لك الفلوس، راه غير باش يجاوبوا على الاستفسارات ديالك ويعطيوك توضيحات. ما كيقولوش لك عطينا رقم الحساب ولا عطينا الفلوس ولا صيفط لنا الفلوس باش نقادو ليك ولا عطينا الارقام ديال البطاقه البنكيه. هذه كما قلت في حاله الناس ديال منصه الدعم تواصلوا معاك الا درتي شي شكايه ولا شي ريكلاماسيون. نرجعوا دابا باش ننهيو هذه المساله نهائيا، باش حتى واحد فيكم حتى واحد فيكم ما يتعرض للنصب. الدعم الاجتماعي المباشر الاخوان وحليو ودنيكم مزيان، الطريقه الوحيده باش تستافد منه هي منصه الدعم اللي كتشوفوا العنوان ديالها. دخل منصه الدعم هذه وتحط المعلومات ديالك ودفع الطلب ديالك وتحط الريب ديالك، ماشي رقم البطاقة البنكية، ماشي أي حاجة أخرى، كتحط ديك 24 رقم اللي هي المعرف البنكي ديالك. إذا السبيل الوحيد، ما يعيط لك حتى واحد، ما تدخل حتى شي رابط آخر من غير هذا الرابط هذا، ما تدفع حتى في شي بلاصة أخرى. السبيل الوحيد باش تستافد من الدعم هو منصة الدعم اللي كتشوفوا العنوان ديالها، كتحط المعرف الرقمي ديالك، رقم البطاقة الوطنية، تاريخ الازدياد، كتدخل كتشوف عندك وليدات قل من 21 سنة كدير منحة شهرية وكتدخل وليداتك، ما عندكش وليدات قل من 21 سنة وكتشوف راسك مستحق للدعم وعندك المؤشر قل من 974 كدير منحة جزافية وكتدخل المعلومات ديالك وكتدفع الطلب وكتعمر رقم الحساب البنكي الصحيح ديال رب الأسرة ولا ديال المستحق للدعم إذا كان عنده وليدات صغار، سواء باهم إذا كان مازال مزوج مع أمهم ولا أمهم إذا كانت مطلقة وهي اللي عندها الحضانة، ولا الأرملة إذا كانوا هاد الدراري الصغار ميت لهم باهم، ولا الكافيل الا كانوا الدراري ميت لهم باهم امهم ولا النائب الشرعي، هادو فلوس الدراري. الدعم الجوزافي ولا المنحه الجوزافيه رب الاسره في السجل الاجتماعي الموحد هو اللي كيدير الكونت البنكه ديالو 24 رقم، سواء ديال البنكه ولا دوك وكاله القرب، اي بلاصه اخرى ولا اي معلومات اخرى بنكيه من غير داك 24 رقم ديال الريب اللي كيعطيوكم في الوكاله ديال القرب ولا في البنكه، ما تعطي معلومات اخرى حتى لشي واحد. معلومات ديالك الشخصيه، رقم الهاتف اللي كتستعمل في البنكه اللي كيجيوك فيه الميساجات ولا اللي كتاكد فيه شي عمليه، درتي شي عمليه عن طريق البطاقه البنكيه، شريتي شي حاجه في الانترنت ولا خلصتي شي حاجه، كيجيك واحد الكود كتصيفطو لك البنكه ديالك باش يتاكدوا انك انت اللي درتي ديك العمليه. هذه المعلومات كامله، الرقم ديالك الهاتف اللي كتستعمل مع البنكه ولا مع الوكاله، رقم البطاقه البنكيه، المعلومات اللي القدام ولا اللور ديالها، تاريخ نهايه الصلاحيه، هذه المعلومات الشخصيه ديالك ولا البنكيه ما تعطيهم لتا واحد. وكنعاود نكرر اخر مره، السبيل الوحيد، الطريقه الوحيده ديروا هاد الهضره هنا باش تستافد من الدعم هي منصه الدعم، فما تخليوش راسكم ضحايا لهاد النصابه. كنعاود ناكد عليكم، الله يجازيكم، بارطاجيو الفيديو باش هاد المعلومات توصل اكبر عدد من الناس ويستافدوا منها. الله يعاونكم.